السلام عليكم. بحال اللي روماركيتو اليوم هذا الاجتماع كنشوف ماشي غير انا محقور، تبارك الله كاع اللي حضروا محقورين. دابا واش انا شخصيا 45 عام في اوروبا كنخدم وكنوصل للبلاد، ياك 45 عام ديال البرد والشتاء، ويجي لك واحد القاضي ضرب ليا كل شيء في الزيرو. انا كنخص دابا 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 تدخل عليا 15 حتى 20 مليون ديال الكرا، ما كتعالي سنتيم او كونتري. بعت كاع الاملاك ديالي، بعتهم المصارف المحاكم من 2004، وانتم عارفين المصارف المحاكم في البلاد من 2004. انا طالع هابط طالع هابط، هذا نوتر واحد، هذا نوتر ولا عنتر ديال المغرب. هذول كنطلبوا سيدنا ينوض يعتقنا، راه الوزاره والو، ذاك الوزير اللي درتي علينا ما كنشوفوش، ما عارفين حتى اللون ديالو، كيبان في التلفزيون جا القهوه لا تاي هاو بطاطا شطيح مشى. انا خص لي عتقنا، راه حنا محقورين محقورين في بلادنا. كنا كنقولوا البلجيكي راسيست، والبلجيكي كناكلوا معاهم الخبز ما عندنا حتى شي مشكل. وإذا كان شي مشكل اللي عنده شي حاجه ديالو الحق ديالو كيعطوها له، اللي ما عندوش ما يديهاش. كيفاش حنا في الحق ديالنا في بلادنا وما نديوش؟ الله يهديكم، وصلوا هذه الرساله لسيدنا ينوض يعتقنا. راه ماشي انا بوحدي، راكم ستو، راه شي 30 40 50 والاخرين ما جاوش، كلشي محقورين. والسلام عليكم.